حسين. وهكذا لما تروح للإمام الحسين سلام الله عليه، لما تذكر أبو الفضل العباس، احنا بالعراق بكل مكان أبو فاضل باب الحوائج إلى الله، باب الحوائج. واحد عنده حاجة يروح لأبو فاضل يطرق عليه الباب يقول له سيدي أنا جايك بحاجة تمشيني، ما يردك، بس في مجموعة أطفال بالمخيم ما قدر يقضي حاجتهم ويجيب لهم الماي. لذلك بقت حسرة في قلبي أبو الفضل العباس، روحي له الفداء. لما احتضنه الإمام الحسين يقول له وانت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والداء يؤلمه الذي يسكنه الذي هو أألم، أأخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى، وأنت منعم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح أو حر السلاح فيلثم هذه المكانة الكبرى. لذلك لما تذهبون إلى كربلاء أحبتي تلاحظون المخيم، مخيم الإمام الحسين، الإمام الحسين مصرعه وقبره أقرب إلى المخيم من أبي الفضل العباس، أبو فاضل قبره بعيد عن المخيم. لماذا؟ لأنه دفن على الشريعة، راح للماء للفرات وهناك الإمام الحسين دفنه حتى يبقى علم لكل العالم، العباس وقف على المشرعة ومد يده إلى الماء ولكنه تذكر عطش أخيه الحسين فلم يشرب من الماء.